عموما خلينا ننتقل مع الزملاء من هنا وهناك على السريع مع ليث والريان، تفضلوا. يعني قبل ما نبدا هالفقره في عندي مثل علمتني اياه ريان قبل شوي، لو غاب ابو شنب يلعب ابو ذنب. تخيل هالمثل السوداني عجبني. الحديث الابرز كثير حلو صح؟ الحديث طبعا الحديث الابرز عن حاله القلق في بريطانيا بعد انتشار اخبار عن تلقي هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي اختارا بضروره التاهب لاعلان ملكي. طبعا الموضوع اشعل الشائعات المشتعله اصلا في بريطانيا، وهل الموضوع يتعلق بالملك تشارلز ام باميره ويلز كيت ميدلتون؟ ورافق الموضوع شائعات وجود امراه ثانيه في حياه الامير ويليام وهي صديقه للعائله، مع اخبار متناقضه حول طبيعه العمل الجراحي السري الذي خضعت له أميرة ويلز والذي لا يزال طيب الكتمان. والله الصراحة أنا زعلانة من موضوع الشائعات هذا اللي يعني كثير عليهم، يعني خلاص لازم نحترم خصوصية الناس. صحيح. ومسيرة نحن بحبوا الباباراتزي في كل مكان والقصص هاي خصوصا بالمقابل أصبح ما في أسرار يعني كل أكيد. يلا شو رأيكم آخر خبر؟ يلا عسر ونمشي. أتقن ممثل صيني محترف دور المتسول ببراعة وجنى منه مبالغ طائلة على مدى 12 سنة الماضية لكسر عيشه. هو دوام لوغينغانغ على هذه العادة عبر إظهار مهارة تمثيلية فائقة ما أقنع المتسلقين عليه بجمع 10,000 دولار شهريا. يعني صراحة إحنا عارفين إنه في كثير ناس في هذه مهنتهم التسول. عموما شكرا لكما وشكرا للزملاء. انتهت حلقتنا لليلة وأكيد انتظرونا غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.